خويا راه من حلينا عينينا اول مره كنشوفوا الصحافه والاعلام مدخلوا مدينه سليمان اول مره في التاريخ. كاينه هذيك حنا خويا تنعانيو الناس الساكنين ديال مدينه سليمان كنعانيو كنعانيو ديال بصح الصمت واكل العصا مع هاد الناس هاد الاعضاء وهاد المرشحين اللي شادين مدينه سليمان راه عراونا وراه تعداو علينا وتكرسوا علينا في هاد البلاد وراه ما كاينش اللي غيضر على سليمان كيقضيو كيدخلوا هاد الناس كيديروا المصالح ديالهم المصالح ديالهم العرقله الرئيس واحد كيدوز مصلحه الاخر وحنا مواطنين راه ما كاينينش وما تعتبروناش وحنا كنحسوا راسنا مغاربه حتى انا كنلعب منتخب وطني ولا كيكون شي خطاب ملكي عا كنقولوا حنا كنسمعوا الشعار ديال الوطن ديال المغرب عا كنقولوا حنا راه وقعنا مغاربه وهاد الناس هادو شوف ما كان عرقله رئيس لا والو اسمع ليا عاش الملك حتى واحد ما خدام خدمته عرقله الرئيس انا نهضروا خلينا نهضروا خلينا نهضروا حتى واحد اسمعونا خلينا نهضروا خلينا نهضروا حليمه هاد الناس ما داروا مع حتى حاجه ما تقولوا لي لا رئيس ولا عضو ولا حتى حاجه هاد الناس كاملين المسؤولين ديال سليمان من الفوق حتى لتحت ما داروا حتى حاجه عمرهم غيديروا واللي غيجي غيدير المصالح ديالو واللي كان ديال المصالح ديالو وما كاين حتى شي واحد مزيان حنا كنطالبوا زياره ملكيه كنطالبوا زياره ملكيه كنطالبوا بالناس المجتمع المدني ديال مدينه سليمان والصحافه يقولوا الحقيقه علاش كديروا علاش الكذوب علاش كتخرجوا هاد السيد مزيان هاد العضو مزيان هاد العضو مزيان كلنا كيقول لك عضو مزيان كل رئيس كل عضو شاد العصابه ديالو وشاد الناس ديالو وعنده النفوذ وعنده السلطه وكيهضر الو هاد دوز ليا الو دوز ليا شوف حنا ما خايفين حتى حاجه